فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يقول السائل: ما حكم انتماء الإنسان المسلم لجماعة معينة من الجماعات الإسلامية المنتشرة في البلاد الإسلامية، وكيف يفرق الإنسان المسلم بين هذه الجماعات والتي قد تشوه صورة الإسلام؟ يتجنب الامتناع ويسأل عن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وهي متيسرة، هي في الكتب إذا كان متعلما، ويسأل أهل العلم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل بكذا، وكيف كان يتعامل مع كذا وكذا. وبحمد الله ومن فضله وإحسانه بعباده المسلمين أنه يسر عليهم هذا الأمر، فأصبح كل من يريد أن يعلم كيفية أحوال رسول الله يستطيع أن يرى ويسمع منها ما يجعل في مخيلته كأنه يشاهد تلك الأعمال، وهذا من لطف اللطيف الخبير بهذه الأمة. نعم.